معجن قهوة مع دافا رميلات مزيانة المزازا زايلة كيبغيو البلاية بزاف مزيانة مزيانة الحمد لله الشاطئ نظيف ما كاينش اللي كيغرق هنايا فهمتي كلشي نظيف راه كل العائلة كتمشي فرحانة كتجي كتمشي فرحانة كلشي كيجلس بخير الحمد لله مزيان زايلة بنادم اللي بغا يجي يرتاح فيها خصو يجي ازايلة يكري ويجي بحر مع راسو هنا كاين الشاطئ ديال الرميلات الشاطئ هذا ترانكيلو مضخم ليمبيو يجولو هنا السياحة هذا ومغاربة عدو كيعرفوه حنا كنتمناو يجيو مغاربة وقالو يجيو فهمتيني كيفاش وحنا كنرحبو بيهم هذا كيجينا كاين كلشي موجود كاين الماكله موجوده السردين موجود واجد موجودين اللي قلت الخير كامل التور هذا الحوت اش ما قصر السردين اما سيدي بشويه شرايط ديك شي اثمنه مناسبه رخيصه فهمتي بحال كاينه فازيله وكنظن اقل
فهمتي ممكن الناس كتجي هنا لهاد البحر هذا حيت ترانكيل ترانكيل ونقي رمله نقيه وانت كتشوف حد فهمتيني رمله نقي الحمد لله وكاين شي نادم سوسيو فهمتيني كيفاش نادم سوسيو ما كايناش ترانكيل الحمد لله شنو الطريق كنتمناو يعدلوها لنا الطريق دابا عندنا مشكل في الطريق كتشوف هاد الكيستا فهمتيني كيفاش كنتمناو السلطة الجماعة والناس السلطة ديالنا يعاونونا ويعدلوا لنا الطريق ويعدلوا اش غنقول لك باش المواطنين نبقاو نجيوهم جيوهم سهلة يوصلوا لهنا دابا حاليا باش يجي المواطن خصو حوالي 60 درهم يجيو 60 درهم باش يرجع بزاف إذا كان دابا الطريق معدلة يجي المواطن 10 درهم 5 درهم حتى لهنا تكون الطريق معدلة أسيدي إذا أنت كتشوف المواطن مكيجيش غير الناس اللي عندها فلوس غير يقدر تجي لهنا هاد المعادي ما يجيش كاين عنده 4x4 ولا عنده طوموبيل صحيحة هكا تشوف فاطمة فهمتيني هو اللي يقدر يجي لهنا إذا عنده الدبرة حنا خصنا يجي كلشي المواطن اللي ما عندو شي يجي واللي عندو يجي كزداد اللي جا مرحبا به فهمتيني حنا اش عاملين هادشي حنا عاملين المواطنين المغاربة ديالنا مساكنين يجيو يشوفو هاد البحر هدا يجيو يتمتعو مع راسهم تا هما ولهنا كلشي مدخن كاين شي حتى اللي يهدر معاك هنايا فهمتيني كيفاش مرحبا بكم عندنا بيانفينيدو ساكيستان من شيرينغيتو براكا ديالنا هادي فهمتيني عندنا كلشي موجود اونغيتوري كايشو شيرينغيتو كايشو بيانفينيدو ساكي نوسترو شيرينغيتو اونغيتوري اس مرحبا ان اوسكادي ورا اوسكادي اسكا توتا